الله بنكمل كلامنا في الانتي بكتيريا الانتي ميكروبيا رايس. اسف النهارده تبقى قصه يعني قويه شويه، مش قصه اتزنقت معانا. في مجموعه جميله قوي صدماتها وكلها يعني حاجات حلوه قوي في ان شاء الله. مجموعه يسموها امينو جلايكوزايدز، امينو جلايكوزايد. حد لسه فاكر يعني ايه جلايكوزايد؟ اختهم على الشتات مش كده اسمه كاردياك جلايكوزايد؟ ده معناها على فكره لارج مولكيول. كلمه جلايكوزايد معناها لارج مولكيول، عباره عن شوجر بار ماسك فيه نايت شوجر بار. فاول حاجه عرفناها ان امين جلايكوزايد ليها هاي مولكيولر ويت. عرفتها منين؟ هو جلايكوزايد ات كونتينز شوجر بار ماسك مع نون شوجر بار. وامينو هو اقسمها ايه؟ الامينو جلايكوزايد. انا بس اخشى عليكم امتحان التحريري لو قال كلمه جلايكوزايد يبقى مخي يروح على الجدالس كده جلايكوزايد، ومخ يروح على الامينو جلايكوزايد بتاعت الانتيميكروبيا. فاقراها كويس، لو السؤال بتاعك كده جلايكوزايد هتكلم على الجدالس، لو قال لي بقى امينو جلايكوزايد هتكلم على الانتيميكروبيال فايروس. برضك حاجة تانية عشان خاطر حضرتك ورشدتك تبقى مظبوطة عشان الصيدلي ما يعملش عليها نقد. لو سمحتم الامين جلايكوزايد ليها مصدرين. بعض امين جلايكوزايد اوبتيند فروم ستريبتو مايسيس. فانجس اسمه ستريبتو مايسيس. لو سمحتم الامين جلايكوزايد اوبتيند فروم ستريبتو مايسيس تتقال كلمة مايسين، ام واي سي اي ان. زي الستريبتو مايسين، زي الكانا مايسين، زي النيو مايسين. بس مايند يو خلي بالك كمان بقى ان في اذر امين جلايكوزايد تن فروم اذر فانجس اسمه مايكرو مونو سبورا. مايكرو مونو سبورا هذه امين جلايكوزايد بتبقى كلمه ميسين، ام اي عشان وايفا ميسين. فبتلاقي النهارده دواء اسمه جنتا ميسين. فاحذر اوعى تكتب جنتا ميسين بالواي ولا صدري يضحك عليك. اوعى تكتب بقى سيرتو ميسين بالاي صدري يضحك عليك. ففي بعضهم انتهى بالميسين بعضهم انتهى بالميسين. هذه مجموعه بكتيريا سيده تشتغل ازاي؟ تتحكم مع 30 اس ريبوزوم. مين فاكر؟ تتراسايت. اس ريبوزوم اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي تحت. اللي تحت. يبقى هيبوظ الكودون. ما دام بوظ الكودون فعمل مس ريدنج اوف كودون، قراءه خاطئه للكودون. مع القراءه الخاطئه للكودون راح ببوظ البروتين سينثيسيس. بس زاد عليها كمان بيبوظ السيل ميمبرين، ده قوي قوي قوي. شعر البروتين وشعر كمان على السيل ميمبرين. الفكرة بتاعه دي مهمة أو كلمة دي مهمة أوي أوي أوي. خلي بال حضرتك أمين جلايكوزايد أنا نسيت هو حجمها كبير ولا صغير؟ عرفت منين؟ نوع جلايكوزايد علشان يخش جوه البكتيريا ده محتاج أكتف أوبتيك ميكانيزم. ده مهم قوي بقى. ده حجمه كبير علشان يخش البكتيريا ده محتاج كارير. وهذا الكارير محتاج انرجي. وهذا الانرجي محتاج اكسجين. امين جلايكوزايد كونسنتريت انسايد بكتيريا باي اكسجين ريكوايرنج اكتف ابتيك ميكانيزم. يبقى السؤال اللي وراها بقى اتوقع امين جلايكوزايد اكثر فعاليه في الايروبيك ولا الانيروبيك؟ 100% ايروبيك. ليه امين جلايكوزايد لا تعالج الان روك انفكشنز؟ عشان ما فيش اكسجين. طيب ما فيش اكسجين يبقى ما فيش الاكتف ابتيك ميكانيزم. لو في دواء بقى يمنع هذا الاكتف ابتيك ميكانيزم يقف عمل امين جلايكوزايد فور اكزامبل الكولرام فينيكول. مين فكرني امتى قلنا كولرام فينيكول؟ قلناها في اخر الحصه اللي فاتت. لو كانت اول دوره عرفناها البني ادمين كبروسبكترم وترسبتك انتي بيوتيك
اول دواء في علاج التايفويد فيفر ماشي بيها علاج التايفويد فيفر. هسالك نيفر ميكس كلورامفينيكول ويز امين جليكوزايد، لماذا؟ ولا كلورامفينيكول حين الابتيك بتاع امين جليكوزايد ما شغلش الامينو جليكوزايد. حرك حالك ان شاء الله امين جليكوزايد دي ار بيزك دراجز، فيستحسن خليها في بيزك ميديا عشان تبقى نون ايونايزد وتصي يعني سائل شويه. فهو بيحب قوي الكالينيتي علشان كده ما بيحبش ادي معاه فيتامين سي، مش دخل فيتامين سي في هذا الموضوع. هو الفيتامين سي كمان عباره عن ايه؟ اشكر بك اسد اسد، وده بيحب الالكالي عشان كده الفيتامين سي ما بيحبش يديه مع الامينو جلايكوزايد. يبقى الامينو جلايكوزايد ما بيحبش ادي معاها لا كلورامفينيكول يمنع ابتيك الامينو جلايكوزايد، ما بحبش ادي معاها فيتامين سي اسيدفاينج ايجنت بينقص الاكلينتي بتاع البودي. قلنا الامينو جلايكوزايد بكتيريا سايد شعار 30 اس رايزوم، بس عشان نخش جوه البكتيريا محتاج اكسجين ريكوايرنج اكتر ابتيك ميكانيزم. السبيكترم بتاعه خلي بال حضرتك عمال الاكزايتس نارو سبيكترم، ده تخصص جرام نيجاتيف. انا نسيت جرام نيجاتيف ايروبيك ولا ان ايروبيك ولا ماذا؟ لازم ايروبيك. اشمعنى؟ عشان محتاج اكسجين، ده التخصص بتاعه جرام نيجاتيف ولا يهمه. اسمه ايه السالمونيلا ومش عارف البروتياس والسودومونز ياخد عليها الامينو جلايكوزايد. وانتقى هنا في انتقاء، وانتقى بعض صم، وانتقى صم جرام قص كوكاي اللي ما كانش صعبين قوي قوي قوي. انتقى المرسى، ايه المرسى دي؟ تصور بقى عامل مشكله كبيره قوي قوي استاف كوريس. وانتقى كمان الانتيريو كوكاي. مين فكر ان الانتيريو كوكاي قاعده فين وبتعمل ايه؟ دي قاعده في الماوس وخطه ادي الى صاب اكيوت بكتيريا الاندوكاردايتس. دي نحمد ربنا امال الجلايكوزايد خاص جرام نيجاتيف حاجه صعبه قوي، بروتياس وسودمونس والانتيرو باكتر والحاجات ديت، واخذ كمان الحاجات الوحشه في جرام بوزيتيف زي المرسى والتيرو كوكاي، زاد عليها حلاوه بقى اخذ كمان المايكو بكتيريا. من يعرف بقى انفكشن سببها مايكو بكتيريا تيوبركلوزس، دي حاجه عظيمه خالص، حاجه عظيمه خالص. انا نسيت ليه مش بيعالج الانترو؟ عشان محتاج الاكسجين ريكوايرنج اكتف ابتيك ميكانيزم. اتفقنا الامينو جلايكوزايد حجمها كبير قوي، وعلشان تخش جوه البكتيريا لازم تروح على السيل ميمبرين، ميمبرين اللي فيه الاكسجين ريكوايرنج اكتف ابتيك ميكانيزم، فيحول ما بين الامينو جلايكوزايد والسيل ميمبرين سلول الجدار الخارجي ده. وجود هذا السلول لو موجود تخين قوي في جرام بوزيتيف كوكاي وحاجات ديت يعوق دخول الامينو جلايكوزايد في البكتيريا. هنا السؤال بقى، هنا السؤال ليه بحب قوي قوي ادي بنسلين مع الامينو جلايكوزايد؟ عشان بيكسر السلول. مين هيفكرها دي؟ ليه بحب قوي ادي بنسلين مع الامينو جلايكوزايد؟ واحنا اتفقنا ايه اللي هو الحاجه المعوقه قصاد امينو جلايكوزايد؟ السلول. لما ادي العيان بنسلين ترجع تاني بقى البنسلين هيتاخد مع ايه؟ حاجه اسمها بي 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 قطعه ايه ده؟ بنسلين بايندينج بروتين. بنسلين بايندينج بروتين هيوقف عمل انزيم اسمه ايه؟ ترانس تايديز انزيم بيعمل ديفكت في السيل وول مما يساعد دخول الامينو جلايكوزايد. دي حاجه عظيمه جدا. الحاجه كمان بقى اللي فاكر حضراتكم هم البنسلينز كده العادي بتاعهم، العادي بتاعهم مور اكتف اجينست جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. يعني حاجه زي البنزايل بنسلين وبنسلين، دي حاجه ديت كان على الجرام بوزيتيف
وهرب منها جرام نيجاتيف، وخصوصا الكوبا بالثلاثه. مين الكوبا بالثلاثه؟ كلسيليا وبروتيس وسودوموناس. هرب منها المرسى. اي ابص على الراجل يقول ازاي ده؟ سبحان الله، ده بيحب الجرام نيجاتيف وبيحب المرسى. لما ادي العيان بنسلم مع مايك لايك ازاي حصل بينهم ما سينرجيزم. حد يقول لي ليه بيحصل سينرجيزم ما بين البنسلم والمايك لايك ازاي؟ الله ينور عليك، الله ينور عليك. قالت لي ايه بقى؟ بدات دوت اصل البنسلم بيقشر السلوك فيساعد كل امينو جلايكوزايد. دي هاف ا كومبلمنتري سبيكترم تكاملي. ليه بحصل تكامل؟ البنسلين بيحب جرام بوزيتيف وهرب من الميرسا تيريكوكاي. ده بيحب جرام نيجاتيف واخد الميرسا تيريكوكاي. With different mechanisms of action يحصل بينهما سينرجيز. بس وكان في مأزق. حتى فاكر حضراتكم البنسلين مشتقات 6 امينو من حكايه. بنسلينيك والامينو جلايكوزايدز ار بيزز. نيفر ميكس امينو جلايكوزايدز اند بنسلين ان ذا سيم كونتينر. اوعى تحطهم معا في نفس السلندر او نفس الفيوجن فلويد. ولا اسيد وبيز يحصل بينهما كيميكال كومبينيشن وتوقف عمل الاثنين. فانا بحب ادي العيان بنسلين امينو جلايكوزايد باي ديفرنت روتس. مثلا بنسلين اورالي وامينو جلايكوزايد انجكشن. ولو انجكشن ده انجكشن هنا وده انجكشن هنا. نيفر ميكس ذا سيم سيرينج او ذا سيم كونتينر. هنا الاسئله، هنا الاسئله. هل تحب تدي مع امينو جلايكوزايد كل رام في نيكول؟ لا. فاكرين لا ليه؟ منع ارتيك ميكانيزم. هل تحب تدي معاه فيتامين سي؟ لا لا ليه؟ عشان اسد. هل تحب ان معاه بنسلين؟ اه تحب ان معاه بنسلين. البنسلين هيقشر البكتيريا فيدخل اسهل من الجلوزايد وبينهم كومبلمنتري سبيكترم. هل ليهم ده سيم كونتينر؟ لا لا ليه؟ عشان ده اسيد وده بيز. البنسلين اسيد وده بيز يحصل بينهما النيوتراليزيشن ريزيستنس. بعض بتهبط ريزيستنت احنا متعودين عليه بقى. يوم بتاعه غير في تاتين اس رايبزوم يوم غير في الاكتف ابتيك ميكانيزم يطلع انزيمز لكسر الامينو جلايكوزايدز كليكانيكس. خد الكلمه دي كمان بقى. الامينو جلايكوزايدز ذي كاري سترونج الكترو بوزيتيف تشارجز. كل امينو جلايكوزايد هو عليها كذا بوزيتيف تشارجز اكثر من واحد فيسموه متعدد الشحنات الموجبة بولي كاتيونيك. بولي كاتيونيك هتلاقي البيك اي بتاعه عالي جدا. ده هاي الكلاين يعني هايلي ايونايز هايلي بولارايزنج. مين هيكمل ده؟ المنظر ده حجمه كبير ومتأين على الاخر. تعينه عالي جدا جدا جدا. هل دخول جوه البكتيريا يبقى سهل ولا صعب؟ صعب. ما يقدرش يخش جوه الهيومن سيل. السؤال بتاعنا بقى ليه امينو جلايكوزايدز ما تقدرش تخش جوه الهيومن سيل؟ كبير ومتأين على الاخر. امال ليه قدر يخش جوه البكتيريا السيل؟ ربنا اداها الاكسجين ريكوايرنج اكتف ابتيك ميكانيزم. ما ينفعش اورالي لازم يتحقن. مين هيكمل ورايا؟ طب بعد ما يتحقن هل هيتوزع انترا ولا اكسترا سيلولر؟ ايه رايكم؟ اكسترا. لماذا؟ مش هيقدر يعدي حجمه كبير كبير وهاي دي ايونايزر. مش هيعدي لا البلد برين بارير ولا الاكواس بيوم. حسن حضرتك عمل جلايكوزايدز ما بتخشش جوه الثلاث اماكن. عمل جلايكوزايدز دي دونت انتر ثري سايتس. ما يخشش جوه الخلايا ما يخشش جوه السي اس اف
بيخش جوه الايكوس هيومر. انما للاسف شديد التركز جوه ثلاث اماكن بصوره خاطئه يعمل مشاكل. يتركز في الرينال كورتكس فهو نفروتوكسيك. يتركز جوه الاندولينف والبيرينينف. فين جسم اليوم كده الاندولينف؟ الله ينور عليك، قالت لي ان هم فين يعني؟ كوفيا. في الانر اير بتاعت ايه دي؟ بتاعت الهيرنج بتاعت التوازن. فللاسف هو اوتو توكسيك. لما احب اكتب بالانجليزي اوتو توكسيك اكتبها ازاي؟ اي يو تي. امال ايه؟ ويعدي جامد قوي البلاسنتال بارير. فيتركز جوه الابيوتيك فلويد والفيتال بلازما. فيؤدي الى فيتال ديفنس. ايه راح حضراتكم بقى؟ امايلوكوسايز ما دخلش جوه ثلاث اماكن وللاسف شديد اتركز جوه ثلاث اماكن وعمل لي مشاكل. مين فكر ما دخلش فيه؟ انتروتيرنال. فين كمان؟ ما دخلش جوه السي اس اف ولا الايكوس هيومر. ما تركز فين؟ كيدني. اتركز فين؟ الاندولينف. وبيريلينف هو ايه؟ اوتوتوكسيك. اتركز جوه الرينال كورتكس فهو ايه؟ نفروتوكسيك. تركز جوه الامنيتيك فلويد فيتال بلازما فهو سام سورت تراتوجينيك يؤدي الى فيتال ديفنس. يمسك بلازما بروتينز يفرز عن طريق الباسيف فيلمريولار فلتريشن. يعني بيتاثر قوي قوي الجي اف ار. فيلمريولار ريت ياثر قوي في افراز الامينو جلايكوسايد. Therefore, we have to readjust the dose of omega glycosides. This and them renal impairment and loss of glomerular filtration rate. بعد إذن حضراتكم مش الحتة اللي جاي دي حتة اللي عايز أذكرها بتاع حضراتكم. أنا بدي العيان أوميجا جلايكوسايدز a total dose. مثلا حديه في اليوم 240 مللي جرام. مثلا العيان بتاعنا بقسمها الى ثلاث اقسام. بديه انترا ماسكولر 80 ملي جرام كل 8 ساعات. 80 ملي جرام 80 ملي جرام 80 ملي جرام مجموعهم كام؟ 240 ملي جرام بتقسمه كل 8 ساعات. ده العادي بتاعنا. نفرض العيان حصل له رينال انفيرمنت وخاف يحصل كاميوليشن لاميلاكوزايت فيؤدي الى اوتو عند النفروتوكسين. ليك حاجه من الاثنين. الحاجه الاولانيه انك تنقص التوتال ديدوز. بدل ما تدي العيان 240 ملي جرام انا هديه مثلا 180 ملي جرام. فهديه 60 60 60. عملنا ايه؟ نقصنا الدوز بس الانترفال ثابت. دي طريقه. طب الطريقة الثانية بقى ايه رأي حضرتك؟ خلي الجرعة زي ما هي 240 بس بدل ما اديها ثلاث مرات هديها على مرتين. يعني 120 و120 كل 12 ساعة. فحاجة من الاثنين يا اما انقص الجرعة وحافظ الانترفال يا اما خلي الجرعة زي ما هي بس طول الانترفال. انا كل غرضي امنع الكاميوليشن. لما احب انقص الجرعه او اطول الانترفال استخدم الكرياتينين لازما ليفل. حد يعني لسه يعرف كرياتينين لازما ليفل تقريبا كام؟ واحد. تقريبا واحد. لو عندك جهاز كرياتينين واحد يبقى خلي الجرعه عاديه والانترفال عادي. لو كرياتينين اثنين يبقى عندك حاجه من الاثنين. يا تقسم الجرعة على اثنين يا تضرب الانترفال في اثنين. يا انا بستخدم بقى الكرياتينين تو ري ادجست الدوز. لما احب انقص الجرعة اقسمها على الكرياتينين. ولما احب اطول الانترفال اضرب فيه الكرياتينين. اسألكوا سؤال صعب خالص. الجرعة بتاعتنا 240 ملي جرام بديها 80 ثلاث مرات.
هنحسبها بقى. لو العيان هز كرياتينين 3، هز كرياتينين 3، ادي الرانجلوكوسايت ازاي؟ الحل الاولاني اقسم 42 على 3 يبقى 80، واقسمها على 3 جرعات. طب الحل الثاني خليها 240 بس اديها مره واحده يوميا 100 مللي. ضربنا 8 ساعات في الدرجه بتاعت الكرياتينين. بالبحث والتحري وجدنا الاحسن قوي 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 ان انا افك الجرعه زي ما هي بس طول الانتر ده. بس لو سمحتم دي الطريقه الاولانيه. بدي جرعه كل 8 ساعات، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 24 ساعه. خلي بال حضرتك بقى لما ادي الدواء باي انجكشن الاول هيزيد ويوصل الى بيك، بعد كده هيقل قوي قوي يوصل الى ترف، ترف يعني ادنى من سوء. لما دي كل 8 ساعات، لما دي كل 8 ساعات جرعه صغيره، ما دام جرعه صغيره يدي بيك قليل. وكل 8 ساعات ما لحقش يقل قوي جوه البلازما. فهنا البيك بتاعي قليل والترف بتاعي عالي. يعني ايه المشكلة؟ ليه مشكلة بقى؟ ايه رأي حضرتك؟ ما دام البيك بتاعنا مش كتير، تركيز جوه البلازما مش عالي قوي، يبقى هل تركيز جوه البكتيريا يبقى عالي ولا قليل؟ قليل. هيبقى قليل. ما دام قليل يبقى أقل في البكتيريا سايد. وقاعد دايما دايما منسوبه عالي في البلازما. فدايما قاعد منسوبه عالي قوي في العين في الودن والكليه، فهو مور اوتو توكسيك ومور نفرو توكسيك. طب ايه رايك حضراتكم بقى لما اجمع الثلاث حقنات ودي حقنه واحده كل 24 ساعه؟ مين هيبص معايا بقى؟ حد التوتال دوز وانس ديلي كسبنا ايه؟ بيك بيك عالي جدا. بيك عالي قوي قوي دي معناها ايه؟ هيتركز جدا جدا جوه البكتيريا ويموت في بكتيري سايكل. وهيتركز جوه الودن والكليه. بس خلي بالك بقى دي حقنه واحده في اليوم. يقعد بقيه اليوم الطرف بتاعي قليل جدا جدا جدا، اديه فرصه يسيب الودن والكليه صحصحوا شويه. طب البكتيريا مش فارقه معايا، دي ماتت خلاص. البكتيريا ماتت خلاص، يعني حتى لو سابها دي ماتت خلاص. هما حاليا بحب قوي قوي من الجلايكوسايت ان انا ابقع قرعه بس انقص الانتر ذا. دي الحاجه طريقه حلوه قوي يعني. توكسيسيتي قلناها على فكره. هو الامان الجلايكوسايت اللي بتركزوا فيه مين فاكر؟ في الاندولينف والبريلم. وفين كمان؟ في الرينال كورتكس. فين كمان جوه البلاسنتا؟ حاجات دي ادي عيوبه بقى. اول عيب فيه فهو اوتو توكسيك يؤدي الى ايرفيرسابل اس كرينال نيرف دامج. يبوظ النيرف اندنج بتاع الاس كرينال نيرف بتاع الانر اير، فيؤدي الى ديفنس اند فيرتايل. ديفنس نعرفها، يبتدي يقل مجال السمع بتاع البني ادم، يعني مجال الطبيعي بتاعنا المجال السمع بتاعه مع استخدام الامان الاكسايد يبتدي يقل مجال السمع بتاعنا. الحاجات دي لها هاي فريكونسي والفريكونسي يقدر يعمل عليها. ما اسمعش الاصوات الحاده، يعني لو جرس الباب ضرب ما اسمعوش، لكن لو مراته كلمته هيسمعها. شويه شويه عمال يقلل ايه بقى؟ السبيكترم بتاع الهيرنج فريكونسي. بس هو كمان غير طيب. ازاي اعرف ان عندي بني ادم غير طيب؟ احنا بنعمل تيست. ازاي اعرف ان عندي بني ادم غير طيب؟ حلو بقى. مغمض عينيه. اذا غمض عينيه ابتدى بقى ايه يروح منه التوازن للبرتايب. عشان دي معتمده على الانر اير. لكن هو واقف وفتح عينه دي معتمد على الفيجوال، يظبط نفسه بايه؟ فيجوال عشان يبان البرتاجر يبقى ايه؟ يقفل عينك يفضل توازن عضلي. تزداد قوي التوكسيسيتي مع الدوز والديوريشن بتاع العلاج مع الايدج. اصل مع الايدج رينال فانكشن بتقل، مع رينال بيرمنت، مع استخدام اي دواء اخر
اوتوب توكسيك. هل اخذت دواء اللارج دوز يعمل تينيتس؟ بيعمل طنين في الولاده بيخدم سميات. اسبرين بيعمل سنسليزم. فنيفر ميكس امريكا لاكوزايد مع اسبرين. هل اخذت الفلوس المايت؟ ولو حد العيان عمل بزاد وطول معاه شويه يبقى اعمل له فريكوينت اوديوجرام. يعني اوديوجرام يعني ايه؟ قياس السمع كل شويه عشان اول ما هيبقى ايه يقل معايا الفريكونسيز ابتدي اوقف اعطي له ماي ميوكوسايد. عيبه الثاني قلناها فهو نفروتوكسيك خصوصا لما تيجي مع دواء اخر نفروتوكسيك. علشان كده ما بحبش اجمع ميوكوسايد مع الكيفالسبورتس. فاكر حضراتكم الكيفالسبورتس كانت نفروتوكسيك البنسلين لا. لما بحب اجمع حاجه مع الميوكوسايد مع البنسلين سيفر شويه. مش كده بس وكمان يعني سكيلتال ماسل ريلاكسيشن. سكيلتال ماسل ريلاكسيشن يروح النيرف اندنج بتاع سوماتيك نيرف ويمنع افراز السيركيوليت. يروح الموتور اند بليت ويقفل الكلينيك سيركيوليت كما لو كان كورال. يبقى راح النيرف اندنج منع افراز السيركيوليت واتحد مع الكلينيك سيركيوليت كورالي لايك وعمل ماسل ريلاكسيشن. هنا السؤال بقى اوعى اوعى تحقن امجلوكوزايد انترا بلورال ولا انترا بيريتونيال ولماذا؟ السؤال نيفر انجكت امجلوكوزايد انترا بلورال ولا انترا بيريتونيال ولماذا؟ خلف العضلات. مين بقى عضلات هنا مهمه قوي قوي قوي؟ الدافع بتاع ايه ده؟ انت بلورا انت القصص كمان وخصوصا في عالم مصر ميسين انجليز ده بيلبس بصعوبه. طب حل معايا هذا الاشكال بقى. نفرض ان الدكتور ما خدش باله وحقن العيان عمل له ديزاين وعمل له مصل ريلاكسيشن وعايز اعالجه ازاي؟ قال بسيطه جدا. وعمل ايه؟ منع ريليز اوف اسايتونين منع الاكسوسايتوزيس وقفل الدنيا سبته. قال بسيطه ادوه كالسيوم. معرفش فاكرين ولا لا، الكالسيوم ده اسينشال فور اكسو سايتوزيس. هيزود خروج الاسايتوزيس. واديه نيوستيجمين. مين يفكرني يطلع ايه النيوستيجمين ده؟ اللي هو انتي كوليت ستريس علشان يكثر اسايتوزيس عشان يزق الاماجلوكوزايد اللي هو كوراري لايك. ولو مستعجل قوي 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 اديه ادرو فونيا. مين فكرني يطلع ايه الدفونيا؟ لايك سجنين بيستخدم تلقينا في رابيد بروسس اوف اكشن هو طبعا تنسى فيشال اسبيريشن قد يؤدي الى الرجي. انتر اكشنز مين هيفكرني ليه ما بحبش ادي العيان امين بلوكسايت مع كفاله سبورتس؟ مين فكرني؟ بوث ار نفرو توكسيك. ليه ما بحبش ادي معاه لا اسبرين ولا فلوزيمايد؟ بوث ار او تو توكسيك. ليه امين جلايكوسايد ما بحبش اديها مع الكورال يوصل الجلوكوز؟ هو نفسه بيعمل مصل ريلاكسيشن. اللي جاي على حضرتك بقى ليه ما بحبش ادي معاه كولرام في نيكو؟ يمنع الابتيك بتاعه. ليه بحب ادي معاه بنسلين؟ علشان البنسلين هيعمل ايه؟ هيقشر السيل جول يساعد كل ما يكون اوكسايد. هل الاحسن ليهم بالتسيب سيرج؟ لا لا ليه؟ عشان ده اسيد ولا بيز؟ عشان الاسيد والبيز. نيجي بقى الاكزامبلز عمالين بالجزايد وربنا يخليكم يعني ايه خلي بالك حضراتكم هل اخرها مايسين ولا ميسين؟ مش اصحاش يتريق علينا في الاستريبتو. ستريبتومايسين دوره من الجزايد. ستريبتومايسين دوره ده مشهور قوي قوي استخدامه جوه التيوبركلوزز. وناخده ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله في التيوبركلوزز بدل الستريبتومايسين with other drugs زي الايزونيازيد وزي ال
ريفامبيسين. بحب اديك علاج الميكاردايتس. حد يفكرني بقى ليه الاميلوكوسايتس حلو قوي في علاج الميكاردايتس وسببها ايه؟ تيروتوكسين. كتير تخصصه بس حبذا ده مادي معاه بنسلين اشمعنى؟ عشان يقشر له السيل بول. طبعا هنا امرجنسي بحب ادي معاه البنزين بنسلين انترابينس يساعده بعضيه. بحب اديك علاج المرسى. لما اديك علاج المرسى اديك لوحده ولا معاه ماين معاه بنسلين؟ احب غالبا لوحده عشان البنسلين ملوش اي علاقه بالمرسى خالص. دي مع تترا سايكلينز خلينا نتكلم في علاج الباسيلياري انفكشن زي البروسيلوز زي الفيبريميا زي حتى البليك جليسينا. وهنا السؤال بتاعنا بقى ستريبتوميسين لما اديه اورالي هل هيبقى ليه سيستميك اكشن ولا لوكال اكشن ولا ماذا؟ لوكال اكشن. لوكال لماذا؟ ليه ما بيمتصش؟ لماذا؟ خارج التنوير وعين على الاخر. طب الشغل ده هيطهر لما بلون عيان ديسنتري يبقى بلون ستريبتوميسين. بيؤدي زياده الى اوبتيك نيرف ديسفانكشن مع اوبتيك يبقى اوبتيك كمان. مهم خالص ده وده مهم قوي قوي قوي. وكثير من حضراتكم ان شاء الله ياما هيستخدموا غاخوس فرصا لو شفتوا الاطفال بيحبوه قوي قوي. دواء اسمه جنتاميسين. عايز حاجه اسمه جنتاميسين. العلم بتاعه ام اي سي اي ان. بس للاسف الشديد اسمه تجاري جراميسين. للاسف هم بيعملوه تجاريا نسيوا وحطوا الاخر ام واي سي اي ان. وخلي بالك اسم حضرتك ان هو اسمه الاساسي جنتاميسين اسمه تجاري جراميسين. الدواء ده بلجا له باي انجكشن ان سيريس انفكشن. سيريس انفكشن حاجه من اثنين يا سببها اورجانيزم وحش يا مكانها وحش. سببها اورجانيزم وحش زي المرسى زي الكوبا بالثلاثه زي الديلوباكتر زي السيراتيا دي كلها اورجانيزم يعني قويه قوي قوي او مكانها وحش زي الاندوكاردايتس زي السبتسيميا زي الميو زي الكوستي مايلايتس الحاجات دي القويه قوي دي. بس برضك لحد عيان الجنتاميسين احب ادي معاه بنسلين اشمعنى؟ هيقشر له وكومبلمنتري ميكانيزم نفس القصه بقى نفس القصه الاندوكاردايتس يبقى ادي معاه بنزل بنسلين. اديك علاج المرسى بس يتاخد لوحده ممكن تدفع عليك كمان سودومولا بس مع سودومولا ادي معاه سبيسيفيك انتي سودومولا البنسلين زي الكاربينيسيل. في منه كمان بقى فورتوبيكال يوز اظن حتى اخد باله فيه في السوق جراميسين بتاع الجروح والحاجات بتاع العين والحاجات ديت ممكن تاخد فورتوبيكال يوز. عيب الجنتاميسين بيتكسر باي انزيمز يعني في انزيم تفرزها البكتيريا بتكسر الجنتاميسين. فلو يعني اخذ جنتاميسين وما اشتغلش اتكسر باي انزيمز الجا لاخواته الاميكاسين والنتلمسين. اميكاسين والنتلمسين تمام بتمام لايك الجنتاميسين بس بدتهم they are not metabolized by bacterial enzymes. Not metabolized by bacterial enzymes زي الاميكاسين والنتلمسين. النيوميسين very 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 toxic. Neomycin is never used for systemic action. Very more toxic and nephrotoxic. Used only for local action. حد يقول لي بقى أول local action أبلعه. إزاي أبلعه يبقى local action. علشان نطق طبيعي لماذا؟ ليكتر ويل ومتأين على الآخر، أنا نسيت، متأين على الآخر. ليكتر نيجاتيف وليكتر بوزيتيف.
ليفت روم بوزيتيف. لما بلاقوا اورالي يطهر الامعاء بيعالج ديزنتري، يطهر الامعاء حلو في علاج الهيباتيك كوما. حد يعرف ايه سبب الهيباتيك كوما؟ هايبر امينيا. مين يعرف؟ طبيعي بتاعنا عندي فلورا وبيجي لها بروتينز، الطبيعي بتاعنا بيطلع منها امونيا، وهذه الامونيا تمتص تروح الليفر، الليفر بتاعنا مصحصح يحولها الى يوريا ويرميها في اليوم. مفيش مشاكل. انت في مشكله بقى عندما يكون الليفر بتاعنا مش شغال. ايه المشكله بقى؟ الفلورا هتشتغل، هتكسر البروتينز، يطلع منها الامونيا، تروح الليفر تستنى امونيا، تروح على البلد على المخ، والامونيا بيعمل انكيفالوباثي. يعني كوما، يعني هيباتيك كوما. فالمشكله مصدرها الفلورا. بتكسر البروتينز، خصوصا خصوصا الناس عندهم هيباتيك ليفر سيروزز، يبقى عنده اسفاجيال باريسيس. عمال ينزل دم داخلي ودم ده فيه ممكن بيطلع منه امونيا كتير وعين مش مني فيه كوما. انا ما دام سببها الفلورا يبقى بلع العيان نيوميسين يوقف جروث فلورا او الكبد فلورا يمنع برودكشن اوف امونيا. ليه الميزه كمان بقى فكروا فيها؟ الميزه كمان لما دي اورالي يتحد مع البايل اسيدز، يتحد مع البايل اسيد يوقف عملها ويوقف ذير ري ابزوربشن. ده بقى بتاع النيوميسين اورالي يتحد مع البايل سورس او بايل اسيدز يوقف عملها ويمنع ذير ري ابزوربشن. هو ايه عمل البايل سورس؟ الماسيفيكيشن اوف فات وامتصاص الفات مع الكوليسترول. فأول مكسب عندنا مناعة عن امتصاص الكوليسترول، أدي حاجة تانية. الحاجة التانية معرفش كلنا ولا لا، البايل سولز بعد تشتغل يصلى لها ري ابزوربشن وتروح على الليفر تاني وتيجي نازلة ليها انتيري هيباتيك سيركيشن. فالليفر مش تعبان في تصنيعها، هو بيصنعها مرة تقعد تلف هي كذا مرة. لما تدي العيان بقى النيومايسين يتحد مع البايل سولز يمنع ذير ري ابزوربشن. فالليفر هيلاحظ اللي مش جاي له من دم بايل سورس بتروح بقى. فاضطر بقى الليفر ياخد الكوليسترول بتاع الدم ويحوله الى بايل سورس. السؤال بقى ليه اورال نيومايسين هايبو كوليسترولين جت منين؟ ليه الاورال نيومايسين هايبو كوليسترولين؟ نمره واحد منع امتصاص البايل سورس، منع امتصاص الكوليسترول عشان هو عامل بايل سورس، ومنع امتصاص البايل سورس يبقى الليفر بيكونفرت الكوليسترول الى بايل سورس. او ناخد باي انهاليشن، ناخد باي انهاليشن في تشيست انفكشن. اخوه بالظبط اسمه كان عميسين، زيه بالظبط كان عميسين. عندي بقى تخصصات بقى لبعض الميسينات، تخصصات تبرا ميسين كاسودومونس، تبرا ميسين كاسودومونس، سبكتينومايسين بتاع الجمهورية، سبكتينومايسين بتاع الجمهورية، غريب قوي 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 لغاية اتجاهه خالص البرومومايسين. يعني سبحان الله برومومايسين راح سايب البكتيريا انت اتاك دي انت ميبا هيستوليتيكا. الدواء ده طيرت اميبيسايت. مجال الكريم ايه؟ لما بلع العيان البرومومايسين في البرومايسين انهبت الفلورا اللي بتغذى عليها الاميبا. فالاميبا تكون جوع، انا مش في الفلورا كلها. واخد لا ده البرومايسين سبحان الله ساب البكتيريا راح مهاجم دايركتلي الانتاج الفلوريتيكا بتاخد في علاج الاميبيزيس. تاخد علاج الاميبيزيس. مجموعه كمان